مباريات حسب مجريات اللعب. فالنهارده هو بادئ بالقائم الرئيسي. بالنسبه لاحمد حمودي النهارده احنا شفناه في مباراه حرس الحدود، هو كان بقاله فتره كبيره ما بيشاركش، كان ممكن بعيد عن لياقه المباريات. يعني مهم جدا دايما اللاعب يبقى رجليه دايما في الملعب، النهارده بيديله الثقه وبيحطه للمباريات الثانيه. النهارده على ما اعتقد ممكن احمد حمودي النهارده يظهر بشكل افضل مباراه حرس الحدود، نظرا النهارده وراه احمد فتحي هيامنه بشكل كبير. النواحي الدفاعيه اللي كان ممكن بنشوف احمد حمودي لياقته كان بيرجع في مباراه حرس الحدود يؤدي الواجب الدفاعي ويبدا ينتقل للجانب الهجومي، ما كانتش سعفاء قوي لياقته البدنيه فيها. لكن النهارده احمد فتحي ان شاء الله يعني هيامنه بشكل كبير، هنقدر نشوف احمد حمودي في الناحيه الهجوميه بشكل اكبر. طبعا ناصر ماهر ليه دور فعال جدا سواء في نص الملعب وربط ما بين عمرو السوليه وحسام عاشور وربطه بالخطوط الاماميه مع اسلام محارب واحمد حمودي. فدور ناصر ماهر دور مهم جدا، وهو على المدى اللي قدام ناصر ماهر يعني بيبدا يثبت رجليه وبيكتسب خبرات. هو إن شاء